بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنرحبوا اخوان فريدة اصوات المجيء ديالهم لعندنا لهاد الجماعه، كنشكرهم مشكورين. معروف محمد رئيس جامعه قصر بجير، يعني ماشي جديد على الجماعه، يعني من 92 وانا النائب الاول ديالها، لكن في الولايه الاخيره خديت الرئاسه وتحملت المسؤوليه ديال هذه الجماعه. رئيس 1992 كان علينا على انك تجي النائب الاول لهذه الجماعه. سابقا كنت استاذ الرياضيات. نعم. يعني الحسابات غتكون مدققه بالنسبه لهذه الجماعه. بطبيعه الحال. انك كنت استاذ بطبيعه الحال الرياضيات. منذ فتره منذ الخبره ديالك من 1992 لحد الساعه، التغيرات اللي حصلت اللي كانت سابقا والتغيرات الجديده من 2000 تملكم الرئاسه لحد الساعه. بطبيعه الحال، لان راه سنه على سنه كيتغير، تتغير المسائل، لان 92 ماشي هي دابا، يعني 92 97 ماشي هي الولايه اللي كاين دابا، لان القانون كيتغير، القوانين كتغير، المسائل يعني كتجدد سنه على سنة، وفرق كبير بين التسيير السابق والتسيير الحالي. غير باش ما تفوتنيش الفرصة نعطيكم بطاقة تقنية على الجامعة هذا اللي كان سير منذ سنين طويلة تقريبا. جامعة قصر بجير هي جامعة منتمية إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة، إقليمها هو إقليم العرائش، يعني دائرتها هي دائرة اللوك، وقيادته هي قيادة سيدي سلامة. بالنسبة للإحداث ديال هذه الجماعة، أحدثت في 1992. عدد السكان ديال الجماعة 16187 نسمة. بطبيعة الحال عدد دواور مكونين أو المكونين لهذه الجماعة هو 25 دوار. عدد الأعضاء ديال المجلس 27 عضو ومستشار. الإمكانيات الوصول لهذه الدواوير المكونة للجماعة هي، يعني الجماعة تتكون من ثلاث مجموعات سكنية مهمة. المجموعة الأولى تتكون من 10 دواوير، هما اللي احنا فيهم دابا، اللي احنا نديرو فيهم هاد الحوار، واللي فيهم جميع المصالح ديال الجماعة، كاين هنا مركز، يعني المسائل الأخرى. ثم مجموعة أخرى بطبيعة الحال الإيصال، أو باش توصلوا لها الطريق، هي الطريق اللي خدينا دابا المعبدة من القصر الكبير إلى سد واد المخازن، اللي الطول ديالها 7 كيلومتر، كلها تخترق دواوير الجماعة. ثم المجموعة الأخرى اللي كتكون تقريبا من 7 دواوير، وهم الموجودين على الطريق الرئيسية الرابطة بين العرائش والرباط، والمجموعة الأخرى 7 دواوير أخرى اللي هي طريق معبدة كذلك من القصر الكبير إلى الشاون. وهذه المجموعة الدواوير ديال جامعة قصر بجير تدير نصف دائرة على مدينة القصر الكبير. نحن الإمكانية الوصول، ثم البنية التحتية لهذه الجماعة من ناحية الكهرباء، جميع الدواوير مستفيدين من الكهرباء، يعني الإيصال 100%. بالنسبة للماء الصالح، يعني تقريبا 100% الربط بالماء الصالح للشرب، يعني 96% اللي هما اللي رابطين. كيبقى لنا مشكل ديال الدوار واحد اللي هو جا في سافلة
وهاد المخازين وما توصلش ياخد اسد هاد المخازين ما توصلش ياخد الماء، لان هناك مشكل ديال جا فوق الشاطو اللي كيوزع على يعني عاد كيشوفوا او كنبحثوا على كيفاش نديروا الدراسه باش يدار له شاطو صغير خاص بهذاك الدوار، هو الوحيد اللي ما عندناش مربوط. لا لا جماعه اخرى هي عربة وكان الحدود ديالنا معاه الحدود مع جماعه واد المخازين ديال اللي تابع الاقليم القنيطره. بالنسبه للمبادره في التنميه البشريه، هل الجامعه تستفيد من هذه المبادره؟ يعني في الاعوام او في الولايات السابقه ما كنتش كتستفد، لكن الولايه ما قبل الاخيره هذه يعني استفدنا ب نقل مدرسي و امبيلونس إسعاف، سيارة إسعاف، وحاليا استفدنا كذلك بسيارة إسعاف أخرى من نوع المجهز، حاليا عاد خديناها من طرف المبادرة الوطنية، وبعض الطرق الوطنية يعني الإقليمية اللي استفدنا من 21 كيلومتر اللي استفدنا من طرف المبادرة الوطنية. اللي تابعه للجامعه بطبيعه الحال. نعم، هناك بالنسبه للشباب والجبل، هناك من لاعب بالنسبه للساكنه، انشطه رياضيه، فنيه، وهذه الجامعه تهتم بالبيئه الطفليه. بطبيعه الحال الجامعه كتهتم بهذا يعني بجميع ما ذكرتم على لسانكم، يعني بالطفل، وبطبيعه الحال كاين هناك جمعيات اللي هما بشراكه مع الجماعه كي هما اللي كينجزوا هذا العمل هذا، يعني سندنا لهم هذه المهمه هذه. هناك جمعيتين اللي كتقوم بهذا العمل هذا داخل الجماعه، وملاعب القرب عندنا ملعب واحد اللي كاين بقرب الجماعه اللي هو كيستافدوا منه غير دواوير المركز اللي تابعين لهذا المركز هما اللي كيستافدوا منه، اما الدواوير الاخرى يعني ملاعب اللي دايرهم الجماعه، يعني بكل مجموعه دايره لها ملعب ولكن ماشي ملاعب بحال هذا. وحاليا حنا كنشوفوا باش نديروا واحد شراكه مع وزاره الشبيبه والرياضه باش تعطينا واحد الملعب بالقرب، كيخصنا غير نوجدوا له الوثائق ديالو، لان مشكل ديال الارض هنا اراضي جماعه السلاليه، اذا كيخصنا نشريو بعد اولا القطعه الارضيه اللي غيدار فيها، يعني ولكن يعني المسطره كطول شويه غير باش دير الوثائق ديال هذا الملعب، راه كيخصك واحد الشهر هكاك ولا شهرين ولا ثلاث شهور. دابا راه حنا قريبا باش نوجدوا هذه الوثائق هذه. يقال على ان الاراضي السودانيه بالنسبه لجماعتكم انها كانت اراضي الجيش، هل هذا صحيح؟ لا، اراضي الجموع يعني فيها نوعان، النوع الاول سلالي والنوع الثاني جماعي. يعني ما معنى سلالي؟ جدي وجدك وجد الاخر ترك واحد الارض مني قوات يعني بزاف ديال الورثه تركوها جماعيه يعني الرعي، وهنا برك تستغل السكن ديال ذوي الحقوق. اما يعني اراضي الجيش هنا يقال بان كاين الحبوس كتقول بان عندها شي حاجه هنايا، ولكن انا في العمر ديالي 65 عام عمري ما عرفت بان الحبوس كتستغل او كتكري او لشي واحد هنا في المنطقه، اللي كيستغل هما ذوي الحقوق والى حد الان. يعني اقصد بالنسبه للمحاربه الامميه بالنسبه لجماعتكم، بالنسبه للنساء هل هناك نساء رائدات بالطبع في هذه الجماعه؟
أم وهناك عاطلين فئة أخرى اللي هي الفئة المهمشة بالنسبة للأمية؟ هل الجامعة استطاعت أن تؤسس مثلا مدرسة أو حتى نقول أقسام لدراسة بعض النساء ولتوعية نساء العالم القروي في هذا الخصوص؟ بالنسبة لمحاربة الأمية، يعني قلنا احنا دايرين شراكات مع جمعيات، كان البرمجة كنديروا واحد القادر لهذه الجمعيات لنفس الغرض. يعني الغرض اشنو هو؟ ماشي يديروا ساعات ديال الدعم او ديال محاربة الأمية للنساء والرجال تارة في بعض المدارس وتارة اخرى في المقرات اللي كاين، المقر اللي موجود في الجامعة، واغلبية اللي هما عندهم اقبال بكثير هما النساء. النساء كيكونوا يعني عندهم رغبة في محاربة الأمية، وحنا دائما في الدخول المدرسي كنحاولوا نديروا الجهد ديالنا باش نحاربوا بهاد الآفة هادي. السؤال الأخير، عطينا واحد المضامين للخطاب المدني الأخير، وننص عليه أنه وطننا بيتنا المشترك ولسنا على تبديل بعض الأخر. هل ترى أن الخطاب المدني لمس بأن الفرق السياسية أصبحت عدم انتخاب، أو هناك ما يسمى بالتغييرات الجدلية الحالية في إطار ما عند مشفيه المغرب في محاربة عدة أشياء وخصوصا حقوق الإنسان وعدة أشياء؟ بالنسبة للخطاب الملكي، هو خطاب مهم جدا وأثار بعض المسائل جد مهمة، ودائما الخطاب الملكي يأتي بالجديد. في السنة هذه أو في الخطاب العرش الأخير، يعني الخطاب أثار بعض النقاط اللي هي حساسة بالنسبة لهذا الوطن هذا. وطبيعة الحال سيدنا نصره الله كيحمل المسؤولية للنخب السياسية، وفعلا يعني سنة بعد سنة كانت واحد المدة اللي هما النخب السياسية كانوا شوية ما بقاوش كيقوموا بالعمل ديالهم، دابا ولاية أو سنة من سنة كيتجدد وكيقوموا بالمهام ديالهم شيئا ما، والكمال لله. إذا هذا الخطاب هذا راه شوية تار الانتباه، راه تار الانتباه يعني بواحد الطريقة اللي هي حساسة، والملك راه دائما في خدمة الشعب، ودائما راه الشعب ديالو كيعيش معاه يوميا بالمشاكل ديالو في الحالات في السراء والضراء. وكان يعني سيدنا راه قايم بالواجب ديالو احسن قيام، ونطلبوا له طول العمر والعمل الجاد اكثر ما هو يقوم به حاليا. بالنسبة للعالم القروي، بالنسبة يعني المواطن للعالم القروي يعني كيطلبش الكماليات، كيطلب الضروريات، ومن الضروريات ديال مطالب ديال المواطن القروي الماء، الضوء، الطريق، تطهير السائل. إذا ما كاينش شي دوار اللي تابع للجماعة وما عندوش طريق، ما كاينش عندنا العزلة نهائية لشي دوار في الجماعة. اللي كيبقى لنا هو التهيئ الداخلي ديال كل دوار. دابا حنا دواوير المركز هادو اللي كاين هنا 10 دواوير، هادو حنا بدينا لهم بالمشروع ديال تطهير السائل. الماء راه عندهم، الضوء عندهم، الطرق والتطهير السائل. دابا الدوار او الحي اللي درنا له تطهير السائل
كنحاولوا ندوزوا الطرق الرئيسيه التبليط بالبيطون كلهم. دابا مركز درنا تقريبا 5 كيلومتر ديال تطهير السائل، ونفس الطرق دوزناهم يعني تبليط ديال البيطون. كيبقى لنا باش نغطيو الدواوير، احنا كنديروا دراسه شامله لجميع دواوير المركز، بيئيه وتقنيه، باش الماديه يعني غير 5 كيلومتر قامت علينا تقريبا ب 400 مليون سنتيم. 5 كيلومتر، وباش نغطيو المركز كامل اللي هما 10 دواور كيخصنا باقي لنا 15 كيلومتر. ولكن المشكل ديال تطهير السائل حنا بدينا فيه وغامرنا، ولكن المشكل ولي العويص اللي غيتلاقانا هو فين غيمشي هذاك التطهير السائل. يعني كيخص واحد الميزانيه كبيره باش نديرو محطه تصفيه، لان ما يمكنش دابا الى حد الان واخا دوزنا 5 كيلومتر راني ما قررتش الربط لشي مواطن. علاش؟ لان الا ربطت غنطيح في مشكل ديال فين يمشي. دابا كنحاولوا نبحثوا على شريك اللي هو لان عندنا مشكل الكهرباء للوكاله الحضريه مستقله، والماء للمكتب الوطني، الماء صالح الشرب. دابا ملي كنمشيو نديروا شراكه مع المكتب مع لونيب، تيقول لك اودي خصكم تدخلوا في البرنامج الوطني. ملي كنمشيو عند الوكاله اللي هي عندنا معها الكهرباء، تيقول لك انا خص المكتب الوطني يتنازل لي على الماء، عادي يمكن لي ندخل معكم بشراكه. دابا انا كنوجد الدراسه التقنيه ديال المركز ككل، وعاد هذيك الساعه غنبحثوا على الشريك اللي غيدخل معنا، لان الجماعه انتم عارفين المداخل ديال الجماعه شيئا ما ضعيفه، لان ما يعني الفائض ديال الجماعه هو احسن جماعه في الاقليم اللي عندها الفائض، يعني اللي عندها فائض يعني اللي كتحصل عليه سنويا تقريبا. والفائض شحال هذا؟ يعني شي 300 مليون اللي كتبقى فائض حقيقي، ولكن 300 مليون شنو غتعمل بها؟